رائد ملحم عضو اتحاد كرة القدم تحت رعاية الحكومة السورية المؤقتة وبإشراف هيئة الرياضة والشباب والاتحاد السوري المؤقت مشاركة 12 نادي دوري الدرجة الأولى للشمال المحرر، يقام على أربع ملاعب: ملعب الراعي، ملعب أعزاز، ملعب أفرين، ملعب الباب. الآن تقام على أرض ملعب أفرين مباراة بين أهلي أفرين ونادي أهلي سفيرة. الآن احنا نلعب بالشوط الثاني دقيقة 60، النتيجة 2-1 لصالح نادي أهلي سفيرة. نتمنى التوفيق لجميع الأندية المشاركة ببطولة الدوري السوري الموحد. وقف.